الصحة والجمال. الحقيقة بيسعدني ويشرفني النهاردة يكون ضيفنا في الحلقة فضيلة الشيخ أحمد يوسف الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا فضيلة بارك الشيخ. بارك الله فيك دكتور، أصلح الله لنا ولك الحال وعتق رقابنا وإياك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والمستمعين أجمعين. آمين يا رب العالمين. احنا نبدأ أولى فقرتنا وهي فقرة الخيبة. الخيبة. فضيلة الشيخ أحمد يوسف، الحقيقة بقى مظهر من مظاهر رمضان في الوقت الحالي وما كانش موجود قبل كده، الخيمة الرمضانية. نعم. بقى النهاردة مرتبط شهر رمضان بمظهر من مظاهر الخيمة الرمضانية، بيتسارع فيه الأماكن الراقية والفنادق إن هم يبتدوا يعملوا خيمة رمضانية، بيكون مضمونها هي سهرة رمضانية عبارة عن شيشة ومغنى. نعم. وفن، وبتهافت عليها الناس إن هم يحجزوا حتى قبليها بفترة. الحقيقة كان قبل كده رمضان في السنوات اللي قبل كده في القرن الماضي ما كانش فيه موضوع الخيمة الرمضانية. نعم. كان الناس بتتهافت ان هي في ليالي رمضان يا اما في الصلاة او في المسجد، او الناس بتتهافت انها تجيب شيخ عندها في البيت يقرأ القرآن او تبقى حلقات من الذكر. احسنت. نعم. فعايزين نعرف رأي حضرتك ايه النهاردة في الخيمة الرمضانية اللي بقت مظهر من مظاهر رمضان في الوقت الحالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أحيي الدكتور خالد والسادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله تعالى أن يجعل رقابنا قد عتقت من النار في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الدكتور أحسن الله إليك، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والله عز وجل قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله في رمضان عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، فإن الشيطان لا يحب ذلك. الشيطان يحب أن يأخذ الناس جميعا إلى النار، والشيطان يعمل جاهدا، وهو صادق فيما قاله لله. قال لله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال لله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهل يظن العبد المسلم العاقل أن الشيطان سيتركه يعتق من النار في هذه الليالي؟ أبدا. هي الناس بتقول لي يعني في شهر رمضان سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الشياطين كلهم محبوسين ومتقيدين بسلاسة. نعم. الرسول قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فتحت أبواب الجنة يعني كثرت الأعمال التي توصل الجنة. وبعض أهل العلم قال فتحت حق على الحقيقة وصفدت الشياطين، أغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لكن تتعجب أخي الكريم إذا قرأت قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هذه الآية في سورة الأنعام، وقدم شياطين الإنس على شياطين الجن. لأن ما الذي يملكه شيطان الجن؟ شيطان الجن كما يخطب في جهنم والعياذ بالله ويقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وكلنا يحفظ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من؟ من شر الوسواس. يعني الشيطان لا يملك للإنسان إلا أن يوسوس له، ومع أنه يوسوس له ويأتيه بصور مختلفة من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، غير أنه خناس. ما معنى خناس؟ يعني يختبئ. شر الوسواس في نفس الصورة من شر الوسواس الخناس. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس الشيطان واختبأ واختفى. لكن شياطين الإنس وهم مقدمون على شياطين الجن في الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فشيطان الإنس أصعب من شيطان. والله عز وجل قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هناك تعاون
بين شياطين الإنس وشياطين الجن. طب هو فضيلة الشيخ يعني ابتدت الناس حتى المفهوم عندهم اتغير غير زمان. نعم. يعني ابتدى النهاردة الراجل بيصحب مع زوجته وأولاده ويبتدي رايحين في شهر رمضان الكريم ورايحين يسهروا سهر رمضانية اللي هي بتبقى محتواها شيشة ومغنى ورأس يعني فيما مجمله كده هو كباريه بس محتشم شوية. أخي الكريم أنا قدمت بهذه المقدمة بالكلام عن الشيطان لأقول إن الشيطان هو الذي يحاول إفساد الأعمال على الإنسان. يعني مثلا في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان هل الشيطان يحب للمسلم أن يصلي الفجر؟ أبدا بالتأكيد لا، لا يحب له أن يصلي الفجر، لكنه لا يقول له لا تصلي الفجر. ينام المسلم ويعقد الشيطان على ناصيته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أمامك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ الإنسان مثلا قبل الفجر بخمس دقائق، هل الشيطان يقول له نام لا تصلي الفجر؟ لا لا، هي خطوات، يقول له استرح الخمس دقائق حتى يؤذن. لو قام وهو يؤذن يقول انتظر حتى ينتهي من الأذان. لو قام وهو في آخر الأذان يقول انتظر حتى تقام الصلاة. هي خطوات، يأخذ خطوة تلو الخطوة حتى يبعده عن الصلاة. وهكذا في رمضان، إذا جاء رمضان فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن رمضان ينقسم إلى قسمين، قسم بالليل وقسم بالنهار. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المجتمع دلوقتي اللي احنا عايشين فيه الناس بقى رمضان هو فترة الصيام بس اللي هي فترة النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا هذا عمل النهار غفر له ما تقدم من ذنبه. جميل. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. أخي الكريم تعالى ننظر إلى رمضان في عام 1436 من هجرة الرسول في هذا العام 2015. وقت الصيام ضعف وقت الليل. ده حقيقي. يعني نحن نصوم حوالي 16 ساعة. 16 ساعة. الثمان ساعات اللي بتبدأ من المغرب يجب على المسلم أن ينظر أن هذه الساعات فيها عتق من النار وفيها تكفير للسيئات. عليه فيها أن يفطر، أن يصلي العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أن يصلي الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. أين هو من قيام الليل؟ ما هي دي النقطة اللي عايز حتى أسيرها مع الناس. يعني النهاردة احنا بنستنذر كلنا شهر رمضان عشان ناخد أكبر قدر من الثواب والحسنات. نعم. خلال الشهر الكريم النهاردة في الثمان ساعات دول بيبتدي ان هو يفطر وعايز يجهز نفسه عشان ينزل يقضي سهر رمضانية مع الأصدقاء والأصحاب ويقعدوا إذا كانوا هيشربوا شيشة أو إذا كانوا هيتفرجوا على مغنى أو رأس. الحقيقة كمان بقى من الحاجات الملفتة ان نعم. في عائلات كمان بتروح الخيمة الرمضانية، يعني مش بس على قده هو شخصيا اللي بيروح، لا ده بيصطحب مع زوجته وأولاده. الله عز وجل قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الحقيقة نحن في بلدنا مصر والحمد لله هذا أمر نشكر الله عز وجل عليه، المساجد في كل مكان في أرض مصر الحمد لله بفضل الله عز وجل الحمد لله. والقراء مميزون، القراء المصريين يعني هم الأوائل بفضل الله عز وجل على مستوى القراء في العالم كله. يعني يقولون أن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر، ويعني أهل مكة السعوديين حفظهم الله يعرفون ذلك، يعرفون قدر القرآن وقدر القراء في مصر. فالشاهد أن ما من مكان في مصر إلا وفيه قراء قرآن. إذا ذهب المسلم أخذ أسرته وذهب المرأة تصعد إلى مصلى النساء أو إذا كان في الدور الأول والرجل يصلي في المسجد، إذا صلينا العشاء والقيام في جماعة يعني اللي بيصلي صلاة متوسطة ليست بطويلة بينتهي مثلا الساعة 10، كم بقي على صلاة الفجر؟ 11 12 1 خمس ساعات على صلاة الفجر. هذه الساعات أولا الرسول بيعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتدرب على صلاة الفجر، لأن كتير من الناس لا يصلون الفجر. طب هو فضيلة الشيخ الشخص اللي بيروح يقضي الفترة الثمان ساعات دول في خيمة رمضانية، هل بكده ثوابه بيقل ولا صيامه بيفسد ولا بياخد ايه من ثواب رمضان؟ يعني اذا كان بيقضي الفترة اللي هي الثمان ساعات المفروض يكون فيهم في قيام الليل وفي صلاة التراويح وفي نعم. ذكر الله، لا راح يقضيها ان هو بيتفرج على مغنى ورقص وشيشة. المقصد من قيام الليل ان يقوم الانسان بين يدي الله عز وجل يسمع كلام الله عز وجل.
والله يقول ويبين أن الرحمة سببها من أسبابها سماع القرآن في آخر سورة الأعراف، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث حديث عبد الله بن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وأنا أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ يعني أقتدي به أتأسى به. الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سيدنا عبد الله بن عباس يقول وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كيف كان يقضي رسول الله ليله في رمضان؟ يا من تحب رسول الله، يا من تشهد أن محمد رسول الله، يا من تتمنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي به وتأس به. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذا زعمت فإن المحب لمن يحب مطيع. إذا أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما الدليل على حب للرسول؟ الدليل على حب للرسول أن أقتدي به، أن أتأسى به صلى الله عليه وسلم. الرسول كان في كل ليلة هو وسيدنا جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. والمساجد الآن عندنا بفضل الله أصبحت مختلفة، بمعنى أن في مسجد بيقرأ بجزء في الليلة. إذا كان عندي طاقة وقدرة على أني أذهب إلى هذا المسجد وأصلي معهم ففضل من الله ونعم. تعرف فضيلة الشيخ، يعني من أخطر الحاجات اللي بتبقى النهاردة في الخيمة الرمضانية، نعم، أن الأطفال بيروحوا مع أهاليهم هذه الخيمة الرمضانية، وهيبقى مرتبط مع الطفل أن ظهور رمضان، أن شهر رمضان هو الخيمة الرمضانية، نعم، أن هو عايز يروح ويشوف الشيشة ويشوف برضو المغنى ويشوف الله الرقص. عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأقول لهذا الذي يربي ولده على هذا العمل المنافي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يأخذ أولاده يذهب إلى الجامع الأزهر يصلي العشاء والقيام في الجامع الأزهر ويرجع إلى بيته للسحور، أو بدل ما يأخذ أولاده يذهب إلى أحد المساجد الكبرى اللي فيها أهل الذكر من قراء القرآن الكريم وأهل العلم يعني كنت في مسجد اليوم بفضل الله عز وجل أحد مسجد من المساجد الأوقاف الكبيرة، يعني تستمتع بتلاوة القرآن الكريم وتستمتع بدرس بسيط قصير بعد الأربع ركعات، أمور عظيمة. لأن الله عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والله قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الإنسان بيرحل إلى الله عز وجل ويبقى ولده الذي ذهب معه إلى المسجد، الذي جلس بجواره وهو يسمع الشيخ بيلقي كلمة، الولد الذي وقف بجوار ولده وهو يصلي صلاة القيام، الولد الذي تعلم من أبيه كيف يضع في صندوق الزكاة، كيف يعطي للفقير، كيف يعطي المسكين، هذا سيقتدي بأبيه بعد ذلك فيكون في ميزان حسناته، يوسع عليه في قبره فيقول يا ربي بما هذه التوسعة يقال بعمل ولدك الصالح لك. ولذلك الشاعر لما نظر إلى الأولاد وإلى نشأة الأولاد قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فاللي بيعود أبناؤه بيعلم أبناؤه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أن رسول الله في أول الأمر صلى بالناس القيام، فزاد عدد الناس في الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، ثم انقطع عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الناس، ثم جاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه وجمع الناس ليصلوا صلاة القيام. إن الانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيه كل المشاكل. رحم الله أياما كانت بيوتنا في قديم الزمان، بيوت القرى وبيوت الناس جميعا تسهر على تلاوة القرآن الكريم. كل بيت من البيوت إلا القليل جدا بلي شيخ بيذهب إلى البيت يقرأ القرآن الكريم في ليالي القرآن الكريم. أما أن
يأخذ الناس خط آخر، ونحن ننادي ونتمنى أن يصلح الله الأحوال وأن يغير وأن يولع. الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على أي حال، جميل، لا شك أن هذا الطريق طريق سيء، طريق لا يرضي الله. أولا، هل الذي يذهب إلى هذه الخيمة يصلي العشاء والقيام؟ ده أنا عايز أسأل حضرتك بقى عن حكم الشرع في ثلاث أجزاء. نعم. الخيمة الرمضانية ديت أول حاجة، في ناس بتقيم هذه الخيمة تبقوا مسؤولين ويدفعوا فلوس عشان يعملوا هذه الخيمة. نعم. الشق الثاني، ما حكم الشرع في ناس العاملين بقى داخل الخيمة؟ يعني المفروض الناس دي كلها صايمة. نعم. الناس العاملين اللي بينزلوا الشيشة، والناس العاملين اللي بيقدموا الفقرات الفنية، ما حكم الشرع فيهم؟ والناس كمان اللي هيروحوا الخيمة. فبقى عندنا دلوقتي ثلاث أجزاء. نعم. الشخص اللي صرف على الخيمة وأقامها، والأشخاص العاملين فيها، والأشخاص رواد هذه الخيمة الرمضانية. أولا، أول حديث في صحيح البخاري، بدأ البخاري رحمه الله بدأ به صحيحه، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جميل. والنية هذه عمل من أعمال القلوب لا يطلع عليه إلا الله، لذلك ليس من الشرع أن يقول المسلم نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم، إنما النية تعقد في القلب، يعقد الإنسان نيته أو يعقد على قلبه النية. فهؤلاء الناس الذين يقيمون هذه الخيمات هم أعلم الناس بأنفسهم، لماذا يقيم هذه الخيمة ولماذا يصرف عليها هذه المصاريف ولماذا ينفق عليها؟ هل أقام هذه الخيمة من أجل أن يقيم مائدة رمضانية للإفطار في مكان في من الأماكن العامة في البلد مثلا؟ هل دفع بهذه الأموال لصندوق البلد لتقوم البلد ولتنشط مرة أخرى؟ هل دفع بهذه الأموال إلى فقراء ومساكين ومحتاجين ينتظرون أن يأكلوا لحوما كل عام مرة بمناسبة عيد الأضحى مثلا، أو بمناسبة ما يقدمه أهل الخير في رمضان؟ أقول هذا الذي يقيم هذه الخيمات، سل نفسك واعلم أن ما أعطاك الله عز وجل من خير ستسأل عليه مرتين. يعني كل واحد بيسأل عن عمله، العمل اللي عمله بيسأل عليه، ما عدا المال، المال يسأل عليه مرتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من أين اكتسبه؟ من أين اكتسبت هذا المال؟ اكتسبه من طريق حلال، من طريق عمل، من طريق تجارة، من طريق ميراث شرعي، فهو جاء من طريق حلال. لكن ليست هذه المشكلة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو اكتسب من الحلال وأنفق في الحرام فالمصيبة مصيبة. والدخل اللي بيخش من الخيمة الرمضانية ده هيبقى حلال ولا حرام؟ اكتسب من الحرام وأنفق في الحلال. هل الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ وعندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، من الذي أخبر النبي بأنه يأثم في الخمر؟ كم واحد؟ ليس الشارب وحده هو الذي عليه المسؤولية وحده، بل شاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فكل إنسان يساهم في عمل شر، في عمل سوء، كل إنسان يساعد إنسان للصد عن سبيل الله، كل واحد يتسبب في أن واحد يترك صلاة العشاء والقيام، كل واحد يتسبب في أن واحد ينظر إلى ما حرم الله. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أمر الصيام ليس أمر انقطاع عن الطعام والشراب فحسب، أمر اللي وده بقى سلوك ناس كثيرة جدا، أن شهر رمضان بقى هنقطع عن الطعام والشراب وبقية أركان الصيام خلاص هو بيقومهاش. أخي الكريم، لم نؤمر بالصيام من أجل أن نمتنع عن الطعام والشراب فحسب، ولذلك في آيات الصيام لنتعلم، نقول للدنيا كلها يا أيها الناس إسلامنا دين الرحمة بكل صورها. في آيات الصيام الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في آيات الصيام قال الله للمريض الذي لا يستطيع، وللمسافر الذي يشق عليه الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني ليعد الأيام التي أفطرها وليقضيها بعد رمضان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وطمأن وهدأ من روع كل مسلم مريض لا يستطيع أن يصوم يأكل في نهار رمضان،
أكله في نهار رمضان عبادة، طاعة، تقرب الله. الله الذي أمره بالصيام هو الذي أمره بالإفطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر، مرض العبد مرضه يمنعه من الوقوف في الصلاة فيصلي وهو جالس، مرضه يمنعه من الصيام فيأكل في نهار رمضان، مرضه يمنعه من الذهاب إلى المسجد فيصلي في مكانه، سافر يجمع بين الظهر والعصر يقصر الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يصنعه مقيما صحيحا. أقصد بذلك أن الصيام ليس المقصود منه الانقطاع عن الطعام والشراب فحسب، بل خذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، سبحان ربي العظيم، من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور، وما أكثر قول الزور، والعمل به، العمل بالزور، وهذا من الزور. الإنسان يجمع ناس على ترك صلاة القيام، يجمع ناس على النظر إلى امرأة مغنية أو امرأة عارية، يجمع الناس على الغيبة والنميمة، يجمع الناس على الاختلاط المحرم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس بحاجة. وفضيلة الشيخ أحمد يوسف، يعني من الحاجات اللي بتستفزني أنا شخصيا أن تبقى ماشي في الشوارع وتلاقي كده في يفط كبيرة، وهنا تقام الخيمة الرمضانية على أنغام كذا وسحور كذا، فيعني بقت من الحاجات فعلا المستفزة هو الجهر بالعمل. والله هو كمان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. نحن نصوم يا إخواني الكرام من أجل أن يعني نحسن من أخلاقنا، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. لكن أنا يعني بفضل الله عز وجل يعني أطمئن الناس إلى أن هذه الخيمة الرمضانية ليست بهذا الانتشار، الحمد لله. يعني ما أظن أن القرى كلها ليست فيها، والحمد لله هي عادة ما بتقام يعني في الفنادق أو الأماكن الراقية، لكن الأماكن الشعبية لسه ما وصلتهاش الخيمة الرمضانية بإذن الله، لن تصل إليها. ودائما المسلم دائما متفائل، يعني المساجد في رمضان وأعمال الخير وأهل الخير اللي بيقدموا الخيرات التي أفاء الله عز وجل بها عليهم في رمضان، هذا أمر عظيم. ونحن نتوجه لهذه الفئة التي تقضي نهارها في الصيام وتقضي ليلها في قيام، والزيارات يعني صلة الأرحام في رمضان أمر مهم جدا، من الأمور التي يجب أن نستثمر فيها شهر رمضان. ومن العادات الطيبة الحسنة أن يجتمع الناس على الإفطار في بيت واحد، أن يتزاور الناس، أن يذهب الناس لزيارة المرضى، أن يبحث عن الفقير عن المحتاج. لكن المشكلة يا فضيلة الشيخ إن ابتدت الناس حتى رواد الخيمة الرمضانية في قرارة نفسهم هم حاسين ما بيعملوش حاجة غلط. نعم. ولدرجة إن هو ممكن يبقى عازم مثلا أحد أقاربه أو إخواته على هذه الخيمة الرمضانية ويروحوا سوا. نعم. ويقول لك إحنا كده قضينا أو سهرنا أو اتفسحنا. نعم. وسهرة رمضانية. إحنا بدأنا الكلام بأن الشيطان يجر الإنسان دائما بخطواته، ولذلك الله يقول: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا الكلام تتخيل من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ من الذي قال وزين لهم الشيطان هذا الكلام في القرآن الكريم؟ لكن الذي قال هذا الكلام هو الهدهد، هدهد سيدنا سليمان عندما عاد إلى سيدنا سليمان وقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لكن أنا أعتب على أهل العلم من الدعاة من الخطباء من الوعاظ، وأشكر هذه القناة الطيبة المباركة التي تبنت مثل هذا الأمر، لأن الرسول يقول: الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المؤمنين وخاصتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا نتناصح فيما بيننا؟ يعني أهل العلم إذا، وخاصة المساجد التي تقع في الأماكن الراقية كما يقال، أو الأماكن التي اعتادت على مثل هذه الأعمال، عليهم أن يوجهوا هؤلاء الناس وأن ينصحوهم بالحكمة، كما قال الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأن يعني يوجهوا الناس ويبينوا لهم كيف نستثمر نهار رمضان وليل رمضان. أنا أذكر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث المفلس، حديث
مشهور جدا. المفلس هذا على وجه السرعة رجل صلى وصام عامل أعمال خير فحصل حسنات في الجانب الأيمن، ثم عامل أعمال شر فحصل سيئات، يأتي هذا فيأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي. ولذلك قال الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني الإنسان يصوم طوال النهار، هي المسألة حديث المفلس كله يأخذ ما له حتى يصير هو مفلس ليس عنده حسنات. ولذلك أذكر دائما بصورة الزلزلة، صورة الزلزلة في آخرها يقول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بيعمل أقل خير بيجد عند الله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيعني المسلم يشفق على أخيه المسلم اللي بيقضي طول النهار صائم 16 ساعة، ثم بمجرد ما يؤذن المغرب يأتي ما حرم الله يفسد الأعمال. عندنا الله عز وجل قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء لم تثمر. الصيام الذي لم يعني يعلم الإنسان الخلق، يعلمه المراقبة، يعلمه الخوف من الله. فلذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله في رمضان عتقاء، وذلك كل ليلة. يعني كل ليلة هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة من ليالي رمضان بينزل كشف بأسماء المعتوقين من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا ومسلمين من النار يا رب العالمين. رب العالمين. طب هل صح هذا؟ بالضبط يكتب العتق من النار للقائم بين يدي الله، للساجد بين يدي الله، حتى للجالس في بيته الذي لا يسيء إلى غيره ولا ينظر إلى ما حرم الله. ولذلك طب واللي قاعد بقى في الخيمه الرمضانيه يا فضيله الشيخ، اللي قاعد عمال بيشرب شيشه بقى وقاعد عمال يتفرج على، لو سالته هو وكان منصفا لقال: لو كان العتق من النار في هذه الليله هل يكتب للقائم الخاشع المصلي الساجد الراكع الداعي الواصل لرحمي الزائر للمريض المساعد للفقير، ام انه يكتب لهذا الذي يمزح بغير حق لهذا الذي يغتاب؟ فضيلة الشيخ احمد يوسف، احنا معنا اتصال من الاستاذ محمد. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلك فندم. الحمد لله تمام. اكلم فضيله الشيخ. اتفضل يا اخي الكريم. فضيله الشيخ، والله كنت عايز اخد راي حضرتك. يعني انا اعرف بعض من الاصدقاء تمام، خاصه في المناطق الشعبيه مش في المناطق الراقيه ولا حاجه، وما بيروحوش الخيمه الرمضانيه ديت، وممكن يكونوا ما بيدخنوش كمان ولا بيشربوا شيشه ولا حاجه، بس بيتفقوا بتبقى مقابلتهم كلهم في رمضان. يعني ما بيقعدوش على القهوه غير في رمضان، يعني اعرف منهم كتير او ما بيقعدوش على القهوه ديت غير في رمضان. وتلاقي القهاوي في المناطق الشعبيه كتير جدا ان هم بيبقوا فرشين، حتى مساحه القهوه بتتضاعف، بتعطل الطريق. نعم نعم معاك يا استاذ محمد، اتفضل. فبنلاقي ان مساحه القهوه بتاخد، يعني القهوه بتبقى في جزء بتبقى مساحتها بتتضاعف، بتبقى بتاخد الشارع وتقفل، وتلاقي الاصدقاء لا بيتقابلوا في رمضان، ده احنا بنتقابل في رمضان بنستنى رمضان عشان نلم على القهوه، نتفق نفطر نعزم بعض على الفطار وننزل بعد الفطار عشان نقعد على القهوه ونلم على القهوه. احنا بنعملش حاجه غلط، ما بنشرب سجاير ولا شيشه، بس بنقعد نسلي صيامنا ونلعب طاوله ونلعب دومنا. تمام. يا ترى حكم الدين وراي حضرتك ايه في المواضيع ديت؟ وهي بتعتبر برضو يعني دي مش خيبه رمضانيه واحده، دي 50 خيبه رمضانيه في مناطق شعبيه. نعم، ربنا يبارك لك. تمام، احنا شكرا ليك يا استاذ محمد على مداخلتك. الحقيقه برضو يعني هي بقت تاخد شكل تاني في المناطق الشعبيه، وهي القهوه. نعم. يعني القهوه بتيجي في شهر رمضان بتتزايد المساحه بتاعتها، فرشه الكراسي كمان، رواد القهاوي بيبقوا اكتر، فهم لسه ما دخلوش عليها الفقرات الفنيه في المناطق الشعبيه. نعم. هي ما زالت بس على قد الشيشه واللمه تناسب المكان اللي فيه. بالظبط، هي خطوات الشيطان. وبعد يسأل الإنسان أولا: هل هذا الذي يسهر في الخيمات الرمضانية هل مرتبط بعمل أم غير مرتبط بعمل؟ إذا كان غير مرتبط بعمل نسأله: لماذا لا تعمل؟ وفي العادة فضلت الشيخ، يعني بيجي شهر رمضان حتى أصحاب الأعمال بيبتدوا أن هم يقللوا عدد ساعات العمل على أساس يدوا مساحة أكبر للناس أن هم صايمين، أن هم يحصلوا أكبر قدر من الثواب وقراءة القرآن. عظيم، جزاهم الله خيرا. اللي يعطي له لصاحب العمل، اللي يعطي للعامل عنده أو الموظف فرصة لأن هو، بس المشكلة بقى أن الناس بتبتدي تستثمر هذه الأوقات في غير مصابع صحيح. يعني يبتدوا يروحوا للخيم الرمضانية الأهاوي. هذا ليس استثمار. الاستثمار معناه ان الانسان يعمل في العمل المفيد.
اولا يسال الجالس على هذه الاماكن ايا كان ايا كان ما يسال كل مسلم اذا اذن وقت العشاء اين انت؟ الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، والمؤذن يقول الله اكبر، والمؤذن يقول حي يعني تعالى على الصلاه، يقول حي على الفلاح. فهل المسلم بعد ان وسع الله عليه وافطر في بيته وفي وسط اولاده هل ذهب الى المسجد ليصلي العشاء؟ هل ذهب ليصلي بعد العشاء بقي ليصلي القيام؟ هل اعطى كل ذي حق حقه، اعطى اهله حقهم في ان يجلس معهم؟ هل نام مبكرا ليستيقظ لصلاة الفجر؟ احنا نتمنى كل سادة المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي يعني يجاوبوا حتى على الأسئلة اللي حضرتك بتطرحها كلها. أحسن. فضيلة الشيخ أحمد يوسف، احنا ننتقل لفقرتنا التالية وهي فقرة الخيبة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخيبة والناس. ورجعنا لكم مرة تانية. الحقيقة فضيلة الشيخ أحمد يوسف الداعية الإسلامي، احنا معنا تقرير من الشارع المصري سألنا فيه انه معنا فضيلة الشيخ أحمد يوسف الداعية الإسلامي. فضيلة الشيخ، احنا شفنا أراء الناس في الخيمة الرمضانية سواء كان زمان أو دلوقتي، ويهمنا نسمع رأي حضرتك. والله فيما مضى كانت مثل هذه الاجتماعات إنما هي اجتماعات يعني أقل شيء أنها ليس فيها مخالفات. يعني أين الخيام التي كان المسلمون يستمتعون فيها بسماع الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله أو الشيخ الحصري أو غيره من القراء؟ وأين الكلام اللي كان يقوله الشيخ نصر الدين طبار؟ وهذه هي لو كان بيبقى في اجتماعات فضيلة الشيخ ما بين الناس حتى كل واحد بيقرأ جزء من القرآن ويبتدي زي دائرة من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ده كان زمان. أيا كان اسمها، لكن ما هو فحواها؟ ما هو الذي يتم فيها؟ والمشكلة أن تنسب الآن لرمضان، الخيمة الرمضانية هذه تنسب لرمضان بالزبط. وكل ما فيها يخالف ما يجب أن يفعله المسلم في رمضان. يعني صحيح. يجب على المسلم أن يحيي ليلة رمضان. أخي الكريم، نحن اليوم هذه ليلة الثامن عشر داخلين على العشر الأواخر كمان شهر بالضبط. ما هو حال المسلم الذي يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي المسلم الكريم، كثير جدا من الموظفين والعاملين والناس بيعد نفسه كل عام لفترة المصيف ليقضي أسبوع في المصيف يغير فيه الهواء ويمرح فيه ويلعب ويعمل ما يعمل. كم واحد من المسلمين أعد نفسه للعشر الأواخر من رمضان؟ جميل. وماذا كان يفعل الرسول في العشر الأواخر من رمضان؟ وماذا قال القرآن الكريم؟ قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حال الناس تغير، لذلك الأوضاع تغيرت. الصحيح أن المسلم كلما دخلت أيام رمضان كلما كثرت عباداته وزادت واقترب من الله، حتى إذا ما دخلت العشر الأواخر انقطع العبادة تماما في المسجد. هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يعني احنا مش هنقول كل الناس فضيله الشيخ، لكن في بعض الناس حتى بيستنظرين العشر الاواخر عشان ليله وقفه العيد. نعم. يروحوا يسهروا فيها سهره في الخيام الرمضانيه. لا حول ولا قوه. مساجدنا، حتى لا يتكلم احد ولا يفهم خطا، مساجدنا على مستوى الجمهوريه في كل مكان هناك مساجد وزاره الاوقاف اعدتها للاعتكاف. جميل. فاين المعتكفون؟ هل الاعتكاف هذا يتساوى المعتكف اللي بيقرأ القرآن ويذكر الله ويقوم ويركع ويسجد ويدعو، هل هذا يتساوى بمن يجلس أمام راقصة، أمام مغنية، أمام لعب، أمام لهو؟ هذا لا يتساوى أبدا. على كل مسلم عاقل أن يعرف أن الأعمال بالخواتيم، وأن أفضل ما في شهر رمضان العشر الأواخر، وأفضل ما في العشر الأواخر ليلة القدر، وهي في ليلة وترية من ليالي شهر رمضان الكريم. والعاقل من الناس هو الذي يجتهد في هذه الأيام، يجتهد وينوي ويعزم. يا أخي الكريم، الاعتكاف ليس فرض وإنما هو سنة، هدي الرسول أن تعتكف. إذا كنت لا أستطيع الاعتكاف، القاعدة تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني أنا مثلا ذهبت إلى واحد وأعطاني أشياء كثيرة لا أستطيع أحمل كل هذه الأشياء، هل العقل يقول أترك كل شيء أم أخذ ما أستطيع أن أخذه؟ من لم يتيسر له الاعتكاف فليس أقل من أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة،
حتى يكتب كأنه قام الليل كله، ليس أقل من أن يحافظ على صلاة القيام. أيام تمضي، أيام مسرعة، أيام الله عز وجل قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كأننا بالأمس القريب كنا ننتظر شهر رجب، وجاء رجب وانتهى رجب، ودخل شعبان وانتهى شعبان، وهل غدا المتمم لشعبان أم غدا أول، وجاء رمضان وانتصف رمضان، وأوشكنا على أن ندخل في الثلث الأخير من هذا الشهر الكريم. سبحانه وتعالى أن يهدي الناس فعلا في العشر الأخير من رمضان. فضيلة الشيخ أحمد يوسف الداعية الإسلامي، احنا هنشوف دلوقتي، نخش على فقرتنا التالية وهي فقرة الكاريكاتير. نعم، كاريكاتير. زي ما احنا شايفين كده، يعني عكس عكاس في الصورة، ابتدى رمضان وهو شهر قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن زي ما احنا شايفين في الصورة. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصورة بتوضح الخيمة الرمضانية معكم من الفطار إلى السحور، وفيها الشيشة وكل مظاهر الخيمة الرمضانية اللي احنا بنشوفها في أيامنا الحالية. كاريكاتير. الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وشياطين الإنس سبقت شياطين الجن في إفساد الأعمال وضياع الصيام، فكيف يكون الصائم الذي استفاد من صيامه؟ الصيام يعلمنا أن الله مطلع علينا، كل واحد صائم يستطيع أن يختلي بنفسه ويأكل ويشرب ما شاء وثم يخرج للناس يتظاهر بأنه صائم. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنه يؤمن أن الله مطلع عليه. الله المطلع عليك بالنهار هو المطلع عليك بالليل، الذي يراك بالنهار هو الذي يراك بالليل، الذي يأجرك بالنهار هو الذي يأجرك بالليل. فليس الصيام معناه أن أنقطع عن الطعام والشراب من أول الفجر وأنام طول النهار وأضيع صلاة الظهر في جماعة والعصر في جماعة وأستيقظ على صلاة المغرب ولا ربما لا أصلي أو ربما لا يصلي الكثير من الناس، ثم يتعجل الإفطار لو أفطر في بيته يريد أن يدرك الخيمة مبكرا ويذهب فلا يدرك صلاة العشاء ويأتي متأخرا ولا قد لا يتسحر قد لا يصلي الفجر. كل هذا من أعمال الشياطين. فضيلة الشيخ، إحنا عايزين ناخد بقى نصايح لوجه الله للناس اللي بيقيموا الخيمة الرمضانية والناس اللي بيعاملين في هذه الخيمة الرمضانية وكمان الرواد اللي بيروحوا لهذه الخيمة الرمضانية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله فرض علينا الصيام لنخاف، فيا من تعلم أن هذا أمر يخالف شرع الله عز وجل اتق الله في نفسك، لأنك أول من تحاسب، ستموت وحدك، ستنزل إلى القبر وحدك، ليس في القبر حسابات وليس في القبر اتصالات وليس في القبر معارف، القبر يغلق على الإنسان. يا صاحب المال ستسأل عن مالك، يقال لك من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فضيلة الشيخ أحمد يوسف الداعية الإسلامي، أنا سعدت بحضرتك جدا في لقائنا النهاردة. بارك الله فيك. وبتمنى من كل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا ما تباش خيبة رمضانية ونروح الخيم الرمضانية. نتمنى من كل اللي بيشاهدونا يحاولوا ياخدوا أكبر قدر من الثواب والحسنات خلال شهر رمضان. نسأل الله أن يجازيكم خيرا. إلى اللقاء غدا إن شاء الله مع خيبة رمضانية جديدة، وإلى اللقاء. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.